اجعل لوجودك معنى، يعني جزء بسيط من البشر هم اللي بيدوا لوجودهم اللحظي معنى، لأنه مفيش حد بيتقدم بالنوايا الطيبة وأدعية دعاء الوالدين، لا، من أراد أن يكون لوجوده معنى فعليه أن يضفي على وجوده معنى. بس كده يا رب يسيبوني أروح بقى. على المسرح مع منى عبد الوهاب، الليلة 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.